طبعا. رجعنا نتواصل معاكم مشاهدينا من بعد الفاصل، وبعد موضوع حلقتنا اللي كان شيق جدا وهو الوقت ومهم في حياتنا ان احنا نكسبه، واليوم ضيفتنا راح تكون يعني متمحوره في موضوع حلقتنا اللي هو الوقت، راح تكون في تصميم وصياغه الاكسسوارات، هي مبدعه في هذا الجانب. زينب موسى العلي اول كويتيه متخصصه في تصميم وصياغه الاكسسوارات باستخدام الاسلاك الواير جولري، وفي عندها الانستغرام طبعا ماجيك اندرسكور هاندي كرافت. نمسي عليك بالخير. مساء النور. الله يسلمك. نمسيك بالخير، وللامانه يعني شدتنا الاشياء يوم كانوا قاعدين يحطونها بالفاصل، خاصه ما شاء الله القناع الجميل. يوم قالت لي ان بلشت فيه بالاسلاك انا استوعبت ان كل الامور اللي تسويها اختنا زينب ما هي الا بالاسلاك. انزين، في عندنا بنات يسوون التريشن، يشترون شغله وركبون عليها، وفي بنات لا والله مثل ندى النفيسي مثلا لها اعطر تحيه تصمم مجوهرات، وفي بنات يصممون شيء من العدم زينب العلي وايرات واسلاك ما شاء الله قلبتيهم الى مجوهرات. كيف يا هل ترى هذه؟ كيف يا هل ترى؟ فشلون ما شاء الله عليك من وايرات سويتيهم قطع فنيه فاخره للارتداء او للاقتناء؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. هي طبعا هي هذه فيها هي حرفه موجوده اصلا. حلو. بس بدول برا مو موجوده عندنا. مع يعني مع البحث المتواصل يعني حسيت ان الشغله وايد جذبتني. حلو. فحبيت اني اجربها وجربتها وعجبتني. لقيتها قريبه منك وابدعتي فيها ما شاء الله. هذا الشيء حلو، يمكن من الاعمال الجميله اللي قاعدين نشوفها قدامنا، راح نتكلم عنها بالامانه تفصيليا، لان هاشم قبل الهوى يعني يقول في كم شيء يعجبه فراح نكسرها على السعر بس بعد الهوى. انت متزوج؟ انا حجزت هذا حق مريتك. هذا؟ اي هذا توهقنا. عاد اعطي سعر عالي. ها؟ ها 200؟ لا لا يا جماعه، فنبي نعرف منك، خصوصا انه كان موضوع حلقتنا اليوم عن الوقت، فالوقت جدا مهم في حياتنا. اللي يستثمره بطريقه سليمه راح ينجح. انت ما شاء الله في مشروع جدا جميل مثل هالمشروع هذا اللي ياخذ وقت اكيد في تصنيع مثل هذه القلادات الجميله، ولكن بطريقه حرفيه عن طريق الاسلاك. نبي نعرف زينب متى بدت في هذا الفن؟ طبعا ها اول شيء انا يعني من الصغر احب المشغولات اليدويه بجميع انواعها، وصار لي فتره طويله يعني امارس هي الحياكه او الكروشيه. حلو. بعدين عقب ما شفتها انها انتشرت وكذي قمت ابحث عن شيء جديد، يعني ابي يعني شيء اسويه هاند ميد بس شيء جديد يعني مو موجود. حلو. بالصدفه اكتشفت اللي هو الواير جولري او الاكسسوارات بالاسلاك. حلو. وحبيتها يعني شفت القواعد وشفت شنو هي هذا، شوي شوي جربت شوي شوي قمت اسوي شغله شغلتين لما حبيتها وقمت امارسها الحمد لله. حلو. اول وليد من الاكسسوارات الجميله هذه شلون طلع؟ يعني شفتي انت قلتي شفتيها عن طريق الصدفه او محض الصدفه، على موقع من مواقع الانترنت، في دوله معينه انت كنتي زايرتها، او شلون اكتشفتي الفن الرائع هذا اللي انا للامانه اول مره ادري انه في فتاه كويتيه، وادري انه حتى انه ينباع عندنا بالكويت، يعني ما شاء الله اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق حصلنا البنت. فشلون اكتشفتي الموضوع بمحض الصدفه؟ مثل ما قلت مواقع اكثر مواقع التواصل الاجتماعي من اليوتيوب والانترنت، وطبعا من الاشياء الاهم اني انا اتواصل مع اللي متخصصين بهالشغله من دول اوروبا بريطانيا. حلو. لان فيها دراسه اساسا يعني دبلوم جامعي فيها تخصص يعني، وبالتواصل وياهم بالممارسه والقواعد يعطوني قواعد والطريقه وال يعني شنو الخطا وشنو الصح وين البدايه والنهايه لين وصلت اللي هو مثل ما تشوفون اللي هو البروفيشنال يمكن مستوى واحد دارسها. حلو. صحيح. زين زينب، فيما يخص هالمجوهرات اللي قاعد نشوفها او اللي قاعد تركبينها في هذه الاسلاك تستخدمينها من ماتيريال المستخدم فيها، ولكن هالشيء هذا اكيد يحتاج الى تشجيع الاهل او الاقرباء منك، فمنو اللي شجع زينب على الاستمرار وعمل مشروع خاص فيها بالاعمال اللي قاعدين نشوفها قدامنا يعني جدا جميله ورائعه؟ طبعا اكيد في البدايه اهم شيء الاهل هم اللي يشجعون على طبعا الهوايات هذه، لكن اخص بالذكر طبعا زوجي اللي هو ما قصر وقف وياي يعني من البدايه. تعظيم سلام له، كل التحيه وراء الكواليس قاعد. يعني وايد حاشتني احباطات وصعوبات اللي مرات بوقف وكذي، لكن هو ساعدني وقف وياي
بحيث انه يوفر لي سبل اللي هي توصلني اني انا استمر يعني بهالشغله. يعني انت كسرت القاعده اللي تقول وراء كل رجل عظيم امراه عظيمه، فالحين انقلبت صارت وراء كل امراه عظيمه رجل عظيم. بالتاكيد انه اعطاها الدفعه والبوش هذا اللي وصلها انها تنجح في مشروع مثل ما مثل هذا اللي شايفين قدامنا. مشغولات صعبه هاشم بان الواحد يشتغل في ايده ويسوي هالشغل هذا، وانت متعجب كنت تقول انا ما كنت حاط بالي بالكويت يكون في احد يشتغل في احد يشتغل كذي او شيء كذي. يعني الواحد لما تروح مثلا فيترين اي محل من المحلات مال المجوهرات الكشخه وتشوف هذه معروضه، لا اله الا الله، ما تقول انه والله فتاه كويتيه. دائما احنا عندنا الشيء هذا اللي جاي من برا يكون احسن او بروفيشنال او مور بروفيشنال، لكن شفنا اليوم بمكان بقول وفعل كويتي انه البنت الكويتيه قادره على الانجاز والتغيير. لما نقول البنت الكويتيه قادره على الانجاز والتغيير، ليش ما صرتي نفس غيرك مثلا تجيبون قطع او يجيبون قطع من الصين ولا من هونغ كونغ ولا غيره، وموقع على انستغرام وتوصيل 3 دنانير ولك من هذه الملايين ما شاء الله بالشراء. حبيت تتميز زينب بهالشيء، شغف، حب داخلي، شنو اللي حرك زينب تجاه هالشيء؟ طبعا اكيد يعني الكويت ينفع. الكويت ينفع، اي والله الكويت ينفع. يعني شغل ايد دائما يعني بكل دول العالم مرغوب اكثر، وبعدين هم الواحد يقضي وقته بشيء مفيد يعني. صح. وحابه شغله يعني كل مالي، واحس حتى ما قمت اطلع ما قمت اروح ولا اي سبت انا صار شغل. العيال استانس هنا يقول العيال استانس. منو يطبخ؟ منو يطبخ؟ في احد يطبخ؟ اي انا اطبخ كل شيء. انزين فيما يخص هذا الموضوع وعندنا العمل الرائع، طبعا بالتاكيد ما ياخذ من وقتك انه هو وقت البيت، هذا طبعا شيء اساسي في حياتنا بان الواحد يعطي وقته طبعا لاسرته ولعائلته، وايضا انت خصصتي وقت لعملك في الشيء اللي انت تحبينه، ومثل ما قلت هاشم ترى بدل ما هي تبه من برا هي حبت انها تكون في عندها تاتش لمسه بالشيء اللي هي تمارسه. شغلات قاعدين نشوفها قدامنا مشاهدينا جدا سمبل، بسيطه، حلوه، حق طلعه خفيفه حق الامور هذه، يعني ما هو الشيء اللي مبالغ فيه مثل ما انتم شايفين قدامنا. فلما نتكلم عن الكويتيه ذواقه، اكيد 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 بعد الفتاه الكويتيه مو ذواقه، من الذوق يا هاشم؟ فنبي نعرف الصعوبات اللي اكيد في كل مشروع الواحد يواجه صعوبات، عقوبات، في يعني عقبات عفوا في بدايه مشروعه، يا ريت تكلمينا عنها وشلون قدرتي تتغلبين عليها. اول شيء طبعا المواد، اساسا مواد الشغله هذه مو متوفره بالكويت، كل المواد نقدر نقول لا من الاسلاك ولا المعدات نفسها. الاحجار شيء بسيط، واغلبها طبعا هي اصلا يبونها من برا، فهني صعوبه ان انا شلون اوفرها، اجيبها من برا من الدول هذه اللي هي تسوي هالشغله هذه. بطلبيات يعني طبعا تقومين فيها طلبيات او انا اروح، حتى انا اروح اجيبها، والحمد لله يعني الحمد لله اي قدرت اتقلب عليها الحمد لله. الحمد لله. تحت الهواء يمكن اختنا زينب قالت لنا انه صار لها 3 ايام كنا تدري ان عندهم مذيع كذي يحب الشغلات الفنيه الشغلات المميزه، قالت صار لها 3 ايام قاعد تقوم في شغلة مميزة للبرنامج. يعني أنا قاعد أشوف ما شاء الله أكسسوارات رائعة، هني عقد مثلا، هني تراشي، لكن الماسك هذا شنو قصته وليش اشتغلتي فيه 3 أيام حق البرنامج؟ أول شيء أنا حبيت أطلع بشغلة جديدة كلها أسوي اللي هو الأطقم والقلادة والسوالف هذه، قلت خلنا أجرب بشغلة جديدة يعني مو هم مو موجودة وغريبة، قلت خلنا أسوي الماسك. حلو حلو. رسمته وشي صممته وبعدين بديت اطبقه 3 ايام او يعني اليوم قبل لا اجيب يمكن بساعه خلصته. خلصت يعني. والله العافيه. فكرتها ايطاليه هاشم، شكلها فكرتها ايطاليه. هي هي الماسكات اساسا موجوده اصلا بفينيسيا. فانا خذيت هذا الخيال، يعني انا كثير مره لما اروح هناك فالخيال خذيته وطبقته بشغلي. طبقتيه على شكل كويتي. طبعا بتصميم كويتي رائع مثل ما احنا قاعدين نشوف. لو يعني نتكلم عن اللي قاعدين نشوفه قدامنا من عقد او تراشي او اللي قاعدين نشوفه المشغولات اللي امامنا، ايش كثر ياخذ منك وقت مثلا مثل هالعقد هذا او العقد هذا؟ العقد مثلا هذا اللي هني اللي قبالك هذا اللي طالع بالشاشه طبعا، اي هذا في تقريبا 6 ايام متواصل. 6 ايام متواصل. في سبب، بعض الاحجار تي مو مخرومه ما فيها خرم. اه
الشغل وين انا اسوي له القالب، يعني اشتغل بيدي اسوي القالب، طبعا لا نار ولا لحيم ولا صمغ ولا شيء، بدون اجهزه ولا اجهزه، بس تولز عاديه انا احاول امسك الحجر اشتغل عليه. يعني ايرث فرندلي نقدر نقول، ما لا نار ولا شيء، ولا شيء، الموضوع ايكو فرندلي مناسب للبيئه. صح، تحتاج الموضوع لحمايه البيئه، فتاخذ وقت، يعني ياخذ وقت، وبعدين لازم يكون هذا سلك، فيكون اي خطا اي يعني يصير عوي او شيء كذي. اي ف 6 ايام بعضها، في اشياء تاخذ اسبوع، في اشياء ياخذ 4 ايام عندي، يعني على حسب الماسك. اي على حسب الدق التفاصيل للتصميم، مرات التصميم في وايد تفاصيل فياخذ وقت. شنو تسوي غير العقد وغير التراشي وغير اللي قاعدين نشوفه الماسك اللي امامنا ايضا، ترى هاشم البروش اللي لابسته ضيفتنا شكلها من عمل ايدها، من أي شغل ايدها. هذا انا مسويه مثل هالبروشات. شنو اللي قاعده تصممينه يعني غير العقد وكذي، هم ايضا تسوين امور ثانيه؟ اي اسوي، يعني الحين انا ليش صار لي سنتين باديه بالشغله هذه، ما شاء الله، فبديت الحين ادور افكار جديده، يعني اشوف يعني الموضه او البنات شنو يبون. حلو. وبنفس الوقت اشوف انا شنو حابه اجرب، شيء جديد، مو اشياء، مو مثلا بس العقد ولا التراتشي وكذي. قمت اسوي بروشات، واليوم هذه شغله جديده الماسك، يعني حتى مرات لما اخلص القطعه انا احس انه مو انا سويتها مرات. فكرتها ما شاء الله، ونعومك بالفكره الجديده اللي بعطيها حق اختي زينب. ماكو الساعه المشهوره جدا، ما بقول رولكس، لكن الساعه المشهوره جدا عرفتها، ما قلت اسمها انا، لما تصير اكسبلورر ويشيلون الجلتياس صنقل مالها ويحطون مكانه يلد، هذا الناس اللي تحب الساعات تسويها، واليلد هذا هم يجي من برا، ما هو مكلف لكنه جميل. نبي نشيل اليلد او نبي نشيل الخامه هذه اللي تنحط على اساس ان الساعه تصير اكسبلورر ونخليها وايرات. اي ممكن يصير، ممكن. انا اسوي اساور، يعني هم مسويه اسوار، بس طبعا كان طلب زبونه سوار يلك عريض وشي نفس نكشة الساعات هذه، شلون النكشة انا اشتغل فيها على حسب الواحد. يعني صارت بايد كويتيه، ما نبي الخامات الايطاليه وما نبي الامور اللي احنا قاعدين نلبسها، نبيها بايد اختنا زينب العلي، استيرادها من برا بالنهايه ماكو، بس بايد كويتيه اللي اشتغلت فيها. اكيد هو بالشغل بالفينشنج هني هي متعه العمل او متعه الشيء، بان الخامات اللي قاعده تطلبينها من برا الكويت، هذا الشيء طبعا ياخذ من الوقت ايضا في الطلبيات. طيب شلون قادره تتواصلين مع، الحين بديتي انت في مشروع صار لك سنتين فيه، طيب شلون قادره تتواصلين مع طلبات العملاء لك، يعني زباينك اللي قاعد يطلبون منك، شلون قاعده تلبي لهم الطلبات هذه؟ قبل ايش كثر يعطونك الاوردر مثلا؟ في اشكال معينه او تصاميم عندهم انت تسوين مثلها، او بس هناك يعني مجموعه اعمال بس بايدك انت اللي تسوينه اللي تعرضينه؟ هو طبعا اول شيء الجمهور في البدايه كان بالمعارض، يعني اكثر من معرض، لما عرفوا الشغله بعدين قام يطلبون مني، لكن هم مو عارفين شنو هو التصميم، يعني لان هي تبي اكسسوار مثلا حق بدلتها وكذي، فتعطيني لون البدله انا اطالع الالوان يعني نتناقش على الاحجار، شنو تبي الاحجار عندي، يعني كم كبير مجموعة أحجار. مجموعة أحجار إيه؟ نختار الألوان، نختار ألوان الأسلاك، أسوي لها تصميمين، يعني تعطيني يوم أو يومين أشتغل على تصميمين أنا أصممهم، بعدين تشوفها هي إذا يناسبها ولا لا، أسوي شيء سمبل وشيء لا في شغل وايد. فيس تو فيس ولا مسجات؟ لا كلها مسجات، يعني صور ترسل أرسل لها إياه وتطالع الصورة، إذا عجبتها نشتغل فيها وكذي. يعني تصميمها يطول؟ طبعا مثل ما قلتي 6 ايام 4 ايام. اي تصميم، اي اساسا نطبق اللي رسمته اطبقه بالشغل، ياخذ وقت شوي. حلو. انزين اللي تواصلوا وياك للامانه يمكن قاعد يشوف معروضاتك من خلال المعارض او مشغولاتك من خلال المعارض وايضا من خلال انستغرام، لكن انا هفني قلبي اشوف بوتيك كويتي كذي بريجنت ستريت ولا سلون ستريت بلندن كذي زينب العلي مكتوب عليه واغراض بنيتنا تنباع. بس قبل لا نوصل سلون ستريت ولا ريجنت ستريت، لا يعني يفترض انه نشوف محل هني بالكويت، الخطوه هذه موجوده حطتها بالبال؟ الصراحه هذا طموح انا اطمح له، يعني ان يكون عندي محل او يكون عندي معرض خاص فيني، ان انا كل ما اخلص كولكشن ابطل مثل المعرض ويكون في التصاميم اللي انا مسويتها. حلو. ويكون عندي براند هم خاص فيني، يعني مثلا هذا اللي بالانستغرام ماجيك هاندي كرافتس، هذه سحر المشغولات اليدويه، يعني مسمى عام. حلو. فانا حابه اخصص اعطيه براند يعني معين في اسم معين ببالك؟
اي في بس ما راح طبعا اقول ما نبي نقوله. اول شيء تروحين توثقين بحقوق الملكيه الفكريه بعدين تقولينه. واي احد قاعد يشوفنا نرد نحصن بنيتنا للمره الثانيه ونقول من خلال شاشه تلفزيون دوله الكويت اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، هذه الكويتيه. اكيد اكيد. احنا هاشم تكلمنا عن هالمشغولات هذه وعلى الشغل اليدوي هذا اللي امامنا، لكن زينب ما تكلمنا عن الادوات اللي قاعد تستخدمينها، خصوصا قلتي اغلب شغلك باليد، ولكن هناك ادوات بالتاكيد تشتغلين فيها يعني تساعدك، خصوصا ان في حديد او نحاس او الامور هذه فتحتاج الى ثني ما تثنينها باليد اكيد. اي طبعا اكيد. أي. اوكي. ففي الادوات اللي هي الكلابتين بجميع انواعها، اللي هو الكلابتين خاصه بالاكسسوارات مو مالت لوازم العائله؟ لا لا لا، هذيلا شيء تزلق الاكسسوارات. اي تزلق الاكسسوارات وتكون وايد يعني حاده على الواير على السلك. اي ف قلنا الكلابتين بجميع انواعها، وكتر احتاج كتر اكثر من نوع، طارق مطرقة هم احتاج اساسا فوق العودة ولا لا يعني شغله مال الاكسسوارات الصغار. اي بس شيء اللي هي مو المطارقه اللي نستخدمها حتى ما تعطي على قولتهم يعني اثر حلو، حتى لو طقيت عليه ما تعطي اثر. وحتى في اشياء بالبلاست يعني على الكلابتين فيها بلاستيك، هذول اصلا موجودين اساس لا يتزلق. من وين تجيبينهم زينب؟ كله من برا يعني من الانترنت وكذي. من الانترنت، وفي مرات انا اضطر انا اروح اجيبهم منها سياحه ومنها مشتري. اي هذا هو. عاد الزوج وياك ولا شو اسمه؟ اي لازم تسيح معاك لازم يستانس. اي قدرته مرات هو يروح بروحه يتعنى يومي. الزوج مسكين يشيل اغراض له شرك. ايش قالت زينب؟ قالت مرات هو بروحه يروح يتعنى. هني نقول وراء كل رجل عظيم امراه عظيمه، لانه هو عظيم فيشاركها العظمه هذه. تبادل الادوار جدا مهم في حياتنا مشاهدينا، بان الواحد يتبادل ادواره مع اسرته ومع حياته، كل واحد يكون له هدف او يكون معه عمل يقوم فيه، وبالعكس هذا الحافز جدا مطلوب في نجاح اي عمل مثل هالمشروعات اللي قاعدين نشوفها من شبابنا ومنك ايضا من قاعد تقدمينه من هالمشغولات اليدويه. نبي يعني كعجالك شاركتي في فعاليات معارض غير المعرض اللي تكلمنا فيه. اكيد يعني اكثر من معرض شاركت، لكن انا ما شارك معارض ورا بعض. في سبب مهم ان شغلي وايد ياخذ وقت، يعني اذا انا القطعه اخذ عليها اسبوع مثلا، فانا على اساس اسوي كم كبير ياخذ علي شهرين ثلاث. ما شاء الله. فاذا تجهزين بعدين اي بعدين اشارك. وهذا بالنسبه حق المعارض اللي شاركت فيها، يعني سبع معارض ست معارض من بلشت. الله يوفقك ما شاء الله. عسى ربي يوفقك ان شاء الله دايم الدوم ووصلك الى ابعد من حدود السماء من خلال الشغل الرائع والجميل هذا. زينب العلي كل الشكر لك على حضورك اليوم برنامجنا وجلستك الجميله معانا، وعلى امتاع ناظرينا انا واخي بدر وحتى المشاهدين من خلال المشغولات اليدويه الرائعه والحرفيه اللي تعتبر نفيسه ونادره لانها مجوهرات من ايادي كويتيه. كل الشكر لك. الله يعطيك العافيه وكل الشكر لك على تواجدك ويانا في شباب قول وفعل. هذا المقعد لشباب قول وفعل هو مخصص لاصحاب اللي عندهم امكانيات عاليه في نجاحات في مشروعات كبيره يقومون فيها، راح يكون متواجد معنا، ولنا الشرف احنا كمذيعين ان احنا نقدمكم ونتواصل وياكم ونشوف نجاحكم ونشارككم النجاح في اعمالكم اللي تقومون فيها. مشاهدينا راح نتعرف على ضيف حلقتنا ضيف فقرتنا الثانيه. حبيبك في الله. حبك الرحمن. الله يسلمك. الله يسلمك. مشاهدينا نطلع فاصل ونرجع نتعرف على ضيف فقرتنا الثانيه اللي راح نتحاور وياه انا وهاشم ونعرف شنو عنده من جديد. خلكم معنا.